ومما ينهى عنه في الصلاة فرقعة الأصابع. بعض الناس يفرقع أصابعه في الصلاة، فهذا ورد به حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن به ما به من الضعف، لكنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فدل هذا على أن الإنسان منهي عن أن يفرقع أصابعه في الصلاة، فإن أكثر منها من هذه الفرقعة فإنها تكون بمثابة الحركة الزائدة الخارجة عن المعتاد فتبطل صلاته، فليتنبه لمثل هذا الأمر.